لمناقشة آخر تطورات المشهد اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. يعني نبدأ من السويد والمفاوضات اليمنية التي تجري هناك، هل ترى هناك بادرة لنجاح تلك الجولة من المفاوضات؟ للأسف نستطيع القول بعد الجولة الأولى أو بعد الساعات التي مضت في ستوكهولم ليس هناك أي مؤشر على نجاح مثل هذه المشاورات، وخاصة أنها مشاورات وضعت لوضع الخارطة الطريق لمفاوضات قادمة، وبالتالي نجاح أو فشل هذه المشاورات هو دليل على أنه ليس هناك أي جدية في مثل هذه المشاورات، وخاصة أنها لم تصل إلى أن تحسم الخارطة الطريق التي أو التصور الأولي لخارطة الطريق التي يمكن أن تمضي عليها أي مفاوضات قادمة، وهي بالتالي لا تختلف كثيرا عن مفاوضات عن الجولات السابقة للسلام التي عقدت في الجنيف والكويت وغيرها. نعم أستاذ نبيل، يعني هل برأيك أن مفاوضات مع الحوثي من الممكن أن تنهي الصراع الدائر في اليمن منذ عدة سنوات إلى الآن، أم أن الحل العسكري هو الوحيد لإنهاء ما يجري في اليمن؟ تاريخ الصراع منذ 4 سنوات هو ما قبل 4 سنوات، أنا باعتقادي منذ 2004 حينما قامت هذه الجماعة بتمرد في سبتمبر 2004 وفجر الصراع في محافظة الصعدة، واستمرار ذلك الصراع حتى وصلنا إلى هذه المرحلة تاريخ حافل بعدم الجدية هذه الجماعة وإيمانها المطلق بالخرافة الدينية وبعدها كل البعد عن العمل السياسي، وبالتالي التجربة كانت قاسية فيما يتعلق بكثير من المعاهدات والاتفاقات التي عقدت مع هذه الجماعة كانت تنقضها قبل أن يجف حبر التوقيع على هذه الاتفاقية، وبالتالي ليس هناك أي مصداقية لهذه الجماعة. أنا باعتقادي الخيار العسكري هو الوحيد والوحيد فقط في صناعة أو الدخول إلى السلام الحقيقي في اليمن. إذا ما هي مدى الجدية من قبل الأطراف المتفاوضة في السويد لوضع حل الأزمة؟ هل هي فعلا جدية أم أنها مجرد اجتماعات تجري تحت رعاية الأمم المتحدة؟ والله من خلال التجربة السابقة وهذه التجربة اليوم في ستوكهولم كل المؤشرات تقول أنه ليس هناك أي جدية، كل ما هنالك هو صناعة وهم للسلام وتأسيس لجولات قادمة من الصراع ربما ستكون أكثر عنفا من هذه من الجولات السابقة، بالنظر إلى أن هذه المفاوضات المفترضة والمشاورات يذهب إليها للحلول والبحث الجذور الأزمة وليس لمناقشة تداعيات ونتائج الحرب والأزمة في اليمن، وبالتالي أي مدخل حقيقي لصناعة السلام ولمفاوضات حقيقية تبدأ بالجذور وليس تذهب إلى النتائج. ما حصل في ستوكهولم هو مناقشة نتائج وتداعيات الحرب الإنسانية والاقتصادية وليس الجذور التي أدت إلى هذه الحرب والسلام، وبالتالي كتب عليها الفشل قبل أن تنتهي. نعم، بإطار آخر، كيف من الممكن تفسير إصرار الحوثي ميليشيا الحوثي على البقاء في ميناء الحديدة؟ ما الذي يشكل ميناء الحديدة لهم؟ هل هناك ضمانات برأيك بعدم وصول أسلحة إضافية لهذه الميليشيا بحال وضع رقابة من الأمم المتحدة على الميناء؟ الحديدة بالنسبة لهم هو آخر ميناء، آخر منفذ على العالم، آخر منفذ بحري للميليشيات الانقلابية على العالم، وبالتالي أنا باعتقادي ليس هناك أي ضمانات دولية حقيقية. تجربة اليمنيين مع الأمم المتحدة تجربة قاسية ومريرة، هي استلمت الملف في 2012 أو 2011 ولم يمر أقل من 4 سنوات حتى بإشراف الأمم المتحدة حتى سقطت الدولة والنظام والقانون والجمهورية وبإشراف أممي، وبالتالي ليس أمام اليمنيين وليس من مصلحتهم لا منطقا ولا سياسة أن يسلموا كل أوراقهم للأمم المتحدة، فهي التي كانت عامل مساعد في وصول الوضع في اليمن إلى هذه المرحلة. الحكومة اليمنية قالت بأنها ستدخل إلى الحديدة عسكريا إذا رفضت ميليشيا الحوثي الحل أو الانسحاب سلميا من ميناء الحديدة، ما الذي أوقف يعني الحكومة اليمنية عن السيطرة على ميناء الحديدة، علما أنها منذ فترة ليست بالبعيدة كانت على مقربة جدا من السيطرة على ميناء الحديدة بشكل كامل عسكريا وإنهاء ما يمكن إطالته في مشاورات ومفاوضات تجري الآن في السويد وربما تمتد إلى مفاوضات أخرى؟ كان هناك ضغطا دوليا كبيرا
تحت شعار وشماعة الأزمة الإنسانية، ولد ضغطا كبيرا أيضا عن تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي. كل هذه الظروف أدت إلى تشكل هذا الضغط الدولي لإيقاف الحرب باعتبار السعودية شريكا في هذه الحرب، ونتيجة لهذا الضغط توقفت المعارك. لكن أعتقد أنه لن تتوقف إلى ما لا نهاية، المعارك ربما تنفجر في أي لحظة، ولن القوى التي تتجمع حول هذه المدينة والتي تقاتل لا يمكن لها أن تعود دون دخول المدينة. نعم، الأستاذ نبيل البكيري الكاتب السياسي لمن كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.